وش راح نستسلم؟ هي امريكا لازم تنسحب بالقرار اللي عملته. صاحت فجأة جندية: هو أنت ثانية ألم أقتلك؟ يعني كنت انا بمشي رجلي، يعني بقالي 6 سنين 7 سنين الصوب من اليهود. اصابت 11/4/2008 اخر اجتياح البريج. الصوب طرحوا رجلي التين بدر ما بدر عندي صار. بعد الاصابه يعني ما لقيت الشغل، يعني شغلانه اي حاجه، اضطريت يعني كيف عند برج الجلاب بشتغل للناس اللي بعرفهم. يعني هذا محامي، هذا وكيل نيابه، هذا قاضي، بغسل له سيارته بظبطه، بديله 15 شيكل 10 شيكل اجر. يعني أنا وضع صعب، يعني اضطريت أني أشتغل يعني في السيارات عشان وضع صعب، وضرب البيت يعني بالأجار. بتمنى من ربنا يعني إن شاء الله هيك أهل الخير يساعدوني، يعني والناس يعني بتحويل أني أسافر برا. بنفع أركب طرف صناعي أنا، يعني لو صح لي ركب طرف بطلع عادي، بس الوضع صعب يعني.